عادة بس تفوتي على متحف مثلاً أول شيء بتشوفيه إنه please don't touch، بينما أنا بس تشوف عمل فني أول شغلة بيطلع عبالي أعملها إنه أجي وأقرأ، ما بيكفيني إنه بس أتفرج عليها. في ازدواجية بالعمل الفني، يعني الفنان بيكون عم بيتأمل بذاته وبعدين بيعكس هيدا الشيء بالعمل، بيعكسه بشكل واعي أو غير واعي. دونك بس اشتغل بترك الماده هي تاخذني محل ما بدها وانا ما بعرف شو رح اكتشف، وهيدي المغامره كثير بحبها. هيدي الاعمال انا اشتغلتها بالعتم، كنت انا مغمضه عيوني وما كنت عم بشوف نتيجه العمل الا من بعد ما فتح عيوني كنت عم بشوف شو طلع، فاكيد كنت كل مره متشوقه لاشوف شو رح يطلع. بهيدا المعرض بدعي الناس انه تعيش التجربة اللي انا عشتها، يعني تعيش المنحوتة اول شيء بالعتم، تلمسها، تعيش مع المادة، ومن بعد ما عيشت هيدي المادة ترجع تشوفها. صممت 5 غرف، بكل غرفة في منحوتة وبكل غرفة كمان في انستالاسيون ساوند، فبكل غرفة في احساس مختلف، في مود مختلف، وفي اكيد عمل ما بيشبه التاني. مثلا فتنا على الغرفة بالعتم وقربنا صوب المنحوتة وكانت بعدها معتمة، بس من بعد ما بنلمسها هي بتبين وفينا نشوفها، قبل ما نلمسها ما فينا نشوفها. في ناس ما بيحسسوني انه بدي اتحرك، بضلني واقفه بجربوا ما بتحرك، في ناس يمكن بس هن وعم بيقربوا انا ببلش اتحرك، في ناس بمشي بعكسهم مش معهم، فكل حدا حسب شو بيعطي. دوري بهذا المعرض هو living sculpture، هو الـ interaction بيني وبين العالم، حكون اخذه شكل منحوته، حكون بقلب شيء أكيد، والعالم بس تيجي تدقرني أو حتى تطلع فيه حيلا شيء بيعطيني أنا بتحرك بياخد شكل تاني. كتير اكتشفت بهذا البروجي الفرق بين العالم، حتى اللمس تبعهم مختلف. تعرفت مجدداً عن نادين أبو زكي وقالت لي أنه بدها شيء performing بالمعرض، وتشاورنا وقلنا انه حلو يكون انتراكشن لانه السوجي تبع المعرض انتراكتيف، وكثير حبيت الفكره. انا ماني كثير بعالم النحت، وحسسني اكثر فيهم انه هن مش بس ديكور بينحطوا، فيهم حياه جوا، وبما انه انا بقلب شيء عم بعطي حياه لمنحوتي تقربت اكثر لهذا العالم. ما عملنا اذا بدك كوستيوم أو رداء معين، كان أكتر شيء له علاقة من المنحوتات. إذا بدي كانت الانسبيريشن تبعي هي شغلة، وجربت بهالمنحوتة العايشة اللي بتتحرك وبتتنفس هي والعالم موجودين حولها، أرجع أخلق شوي العالم اللي اشتغلت عليه نادين. القماش منه مسطح، في عنده مبدئيا شكل خالص وموجود، يعني عنده حياة إذا بدك شوي نافرة وموجودة فيه للقماش. اللي عملناه هو إنه عملنا كذا اختبار على القماش، كيف بده ينقص وكيف بده يتخيط وكيف رح تفوت فيه ليزا، كيف رح تشتغل بقلبه. واللي كان مميز بالشغل على القماش هو الهندسة الداخلية تبعيته، لأنه شغله منه بس براني، يعني ليزا ما بتقعد بقلبه بس بتدفشه للقماش، في عندها أشياء بتستعملهم من جوا لتحرك القماش وتقولبه مثل ما هي بدها أو مثل ما هي عم بتحس. ففي محلات كتير القماش بيتحول لشكل بيشبه المنحوتات اللي شغلته النادين، وبالأخص بالأماكن اللي فيها الفجوات والتضاريس، وهذا بالنسبة لإلي كان كتير مهم إنه يوصل بهالشكل وإلا ما بيكون ناجح.
هيدا العمل كتير بحبه. كمان اشتغلته بالعتم. بحب المادة يلي اشتغلتها، بحب الحجر كتير، بحب صلابة الحجر، وفي كتير تحدي بالحجر وبالشغل على حجر. هيدي المنحوتة كمان منشوفها بالفيلم يلي عملته ميريال أبو الروس عن المعرض، هو فيلم تعبيري عن الإحساس أو عن الإيموشنز يلي هي ورا النحت. وأنا كنت مغمضة عيوني، شو كنت عم بحس؟ هي هيدا الشيء اللي جربت تعبر عنه من خلال الفيلم. وبهيدا الفيلم بنسمع الأصوات يلي عملهم زيد حمدان. ما كان عبالي إنه يتسجل موسيقى والناس يسمعوا موسيقى مسجلة، كان عبالي ياهن يدقروا الموسيقى مثل ما مطلوب منهم إنه يدقروا السكالبتشرز. تكون سكالبتشر بتكمل مع الأصوات، يعني لما الناس تدخل وبتكتشف السكالبتشر الصوت اللي عم يدقروه يكمل صورة السكالبتشر. يعني يكون في هالثلاث إحساس، الصوت والتاتش والفيزيون. لكن هي الاكزيبيشن اسمها يعني بليز تاتش، فبيجوا قدام هاي بيقدروا صفد هيدا الصوت والاحساس، احساس الصفد بشكوك شوي. هيدا الاحساس بترجع بتلاقيه هون، فيه مثل غبره صغيره وفيه سنين منه مدور. هي الغبرة عليه بتذكرك شوي بالرمل وبالبحر. فكمان كبينا على الأرض رمل معمول من صفد. تحول هالمعرض لشي منه بس مرئي، يصير مرئي مسموع ملموس محسوس. وحتى يوم الافتتاح كان بدك مذاق لأنه كان في كمان اشياء عم تضيف. فبعتقد العالم لما اجوا اول يوم على الافتتاح كانوا كل حواسهم عم يشتغلوا. هيدي التجربه طلقت من تساؤلات وخدتني لتساؤلات جديده. تكنولوجيا الاتصالات غيرت علاقتنا بالجسد وغيرت علاقتنا بالمكان. صار التواصل افتراضي، صرنا نتواصل بجسد افتراضي، وصرنا كمان نرغب بجسد افتراضي، بينما الرغبة فعلا هي مرتبطة بالأحاسيس، هي مرتبطة باللمس، هي مرتبطة بالجسد. وكتير مهم انه الواحد لا يرغب انه يسكن هيدا الجسد.